لا شوف هو الحين هذا عقالي طبعا، وياخذ عقالي هو يعرف شلون. تمام، هلا انت مرتاح فيه شلون لا اله قال؟ ما ادري انت ضبط عاد كيف. تمام هو يشوفه. ايوه هلا هذا مسكر من ورا ومن قدام. ايه؟ تمام. ايه؟ معناته الماس، واهم شيء انه ما يطيح. تمام. لا هذا ما يطيح ثابت. ممتاز. يعني كذي تاخذ القاس. أيوة وتعرفه بالراس. بالضبط. ايوه تمام. ابيك تسوي له واحد، والحين اختار النقشه الصح. ابشر لعيونك والله، واصنع له واحد. ابشر. شوفوا هذولي النقشات زين، والحين نبي نعرف شنو هذا النوع. هذا مخمر. هذا مخمر. نعم. وهذا صوف. صوف. هذا صوف بدون شعر. صوف بدون شعر. تمام. هذا صوف مع شعر مبروم. صوف مع الشعر مقروم. مبروم. مبروم. ايوه مقروم قلت انا. وهذا كمان مبروم. مبروم. ايه صوف بدون شعر. صوف. ايه. تمام. والثاني وهذا صوف حل. شلون؟ حل. ايه تمام. وهذا نفسه كمان تقريبا. وهذا صوف. تمام. وهذا صوف ما في شعر. ما في شعر. وهذا صوف مبروم. بس تمام. مع شعر. تمام. الحين تبي تسوي عقال. تمام. تصنع الحين. والحين نبي نشوفه قدامكم شلون الطريقة يصنع له عقال. راح أطول السنابات علشان تشوفون شلون يصنع العقال. شوفوا بدايته طبعا يعرف قياسات الحبل وكم يعني كم دوره كم دوره. شوفوا هذا القطن داخلي عساس يختار فيه السماكه. تمام. بعد ما حطه شفتوه بغيت نحط له فره شوي. تمام. شوفوا فره بالطريقه هذه. والحين شنو تحط النقشه؟ لا هلا بنحط له كمان قطن اسود. هذا قطن اسود بالضبط. يعني هذه مو النقشه. لا لسه النقشه ما حطيناها. اها حلو. يلا شوفوا بعينكم كأول مرة أنا أشوف شلون صناعة العقال. شوف لازم عدد معين باللفات هذه عشان يبرمه. شوف شوفوا يا أخوان أول شيء بداية القطن الداخلي أزرق. الأزرق هذا. بعدين هذا القطن أسود. الأسود تغطي الأزرق. تغطي الأزرق. وبعدين شو تسوي فيه؟ بعدين نبرمه. حلو. تفرغ الحد معين صح؟ طبعا. قياسات معينه. هلا هي خالص. تمام. هلا انا نحط النقشه. البر ما خلصت. تمام. وبعدين ايش راح تحط النقشه الحين؟ نحط النقشه. النقشه. تمام. طبعا النقشه اللي انا اختارها من هذولي. طبعا. اها. هاي حسب طلب الزبون. تمام. والحين تختار النقشه. تمام. شو اسم النقشه هذه؟ هذا عقال اسمه عقال مطور. عقال مطور. صوف. يعني صوف. وهذا الخيط من دون صوف. من دون صوف. ايوه بالضبط ما في. تمام. شعر. طبعا شعر. وهذا من دون شعر بس. تمام. يعني هذول تخليهم مع بعض. تمام. وتحط النقشه. ايوه بالضبط. يلا خلينا نشوف شلون تحط النقشه. بسم الله. شوف الحين بدايه يربطها هني. شوفوا طريقة صناعة العقال. تمام. خلينا نشغل عمام سعد. يلا شغل. تمام. خلينا نشغل. روح روح. تمام. هاي خلص العقال. تمام. هذا عقال خلص النقشة هذه بالضبط. الحين عقال جاهز حسب النقشة اللي أنا طلبتها. تمام. في له قياسات معينة. هلا هذا زبون طالبه 5.25. هي 5.25 سماك تزبون طالبه 5.25. 5.25. إيه. تمام بالضبط. تمام. هلا منها من نصه. حلو. الحين إيش راح تسوي الحين؟ هلا خلصنا. حلو خلصت النقشة. أول مرحلة. إيوه بالضبط. بس تمام. نشد عليه مزبوط عشان ما يفر. بس تمام. هلا بنحله شوي. بنريح العقال شوي. تمام. عشان لا يكون شديد. ايوه عشان ما يكون قاسي كثير. تمام. بعدين نحط له شنو هذه؟ هذا قطن مشان ايه؟ يكمل العقال. يعني هذا راح تحطه فوقه بعد؟ راح احطه هون. ايه؟ هلا خليك معي انت شلون. بس تمام انا معك. توكل على الله. يلا. مرحلة صناعة العقال كاملة تشوفونها. تمام. هلا بنطلعه. بعدين ايش راح تسوي الحين؟ هلا بنطلع العقال من المكنة. تطلعه. تمام. لحظة شوي قبل لا تسوي العقال هذه طريقته بعد ما اصنعه
اخوي ونشوف وبعدين ايش راح تسوي فيه. انا نعمل له هالكسره هاي. تمام شايف كيف؟ تمام. حط له الوصله هاي. الوصله هذه ايوه اللي انت وريتني اياها من ساعه. ايوه بالضبط. تمام هذه الوصله تاع العقال. تمام عشان يصير دائري بالضبط. هلا بعدين ايه نحط له نسوي نحط هون السماكه هون على الايد 10 سنتي. حلو. بعدين نطوي. حلو. ومن يسو نشوف على الالف الالف المقاسات. حلو هذا مقاس الراس. هذا مقاس الراس تمام. يعني تقدر تصغره الحين على المقاس. هذه الطريقة يشوف قياس دماغك زين. قياس الراس تمام. بعد ما ياخذ قياس الراس مثلا كم هذا قياسه؟ هذا قياسه 51.5. تمام كم؟ 51.5. 51.5. بعد ما تاخذ قياسه ايش راح تسوي الحين؟ بعدين هذا بنحط له هون نفرده. ايه ومنحبك منحبك من هون لهون بنحط له خيوط. زين خلينا نجيب له عقال على اساس نشوف شلون تحبكه على قولتك. حلو بعد ما تاخذ القياس بالطريقه هذه نسوي هي المرحله من هون لهون بنسكرها بهذا الخيط. حلو هذه تطول عندك؟ ايه تقريبا بتطول والله. ايش كثر تطول؟ يعني بدها شيء ساعه تقريبا. ساعه ساعتين. طيب نقدر نشوف منها مراحل طبعًا. على يعني كبدايه وهي المرحله خلصنا من هاي المرحله بعدين بيجينا هاي المرحله تكعيب اسمها تدريز. ايه كمان هاي بتاكل وقت. هذه تاخذ وقت. ايه هي وهي اسمها تكعيب. تكعيب بالضبط. اها خلينا نشوف على الاقل مرحله يعني كبدايه للعقال يكون هيك بعدين بيصير هيك ويصير هني بالضبط. بس تقدر لو تعمل فيه شيء بسيط علشان نشوف الطريقه كبدايه يعني. تمام شوف هذولي الخيوط حق الصناعه المبدئيه للعقال غير النكشه. هذول شوف عقل هذول كلهم طلبيات كل واحد على قياس راسه وكل واحد على النقشة اللي هو يبيها. شوف المرحلة النهائية الحين علشان يسوي العقال هي الشغلة تطول شوي والشغلة يدوية حياكة يدوية يعني ما هو مصنع يعني يجي حسب الطلبة. شلون الطريقة؟ يبي له شغل تقريبا ساعة ولا ساعتين؟ بده ساعتين هذا. ساعتين تقريبا ها؟ بس حط مبدئيا شلون طريقته علشان شنو؟ نصوره تمام. هذا عشان تثبت هاي مو مثبت بس مشان نحن ننحف من هون مشان ما يطلع متين كثير. حلو تمام تمام احنا بنظبط هون الشغل مشان انه يطلع العقال ظابط. شوف هذه بدايه وين الزوائد شوف قاعد يقصها والباقي حياكه يدويه علشان يغطي اللي انتم شفتوه. شوف هذه مبدئيه يعني شوف الحين نكملها يدوي يدوي. اول مره بحياتي اشوف شلون يصنعون العقال. شوف هذه اللي تطول الشغله اللي لازم يثبت الخيوط بالضبط اللي سواها اساس لا يطلع خيط برا ولا يطلع شيء طالع ايه؟ شيء نازل. حلو تمام. بعدين نحط نفركه شلون شو اسمه جلده. اشوف الجلده هذه حط نفركه نحن ايه؟ اها عشان يزبط. ايوه بس تمام عشان ياخذ شكل النظام يعني مساحة العقال. حلو عشان ما يطلع شيء نازل شيء واطي. تمام ممتاز ممتاز تمام تمام. بعدين هاي خلصنا من اول مرحلة من هاي. حلو بنسكرها بس ممتاز ونقص الزوايد بس هاي. ممتاز. شوف الحين يكمل على باقي العقال اللي بالوسط هذا. شوف الحين يخلصها كاملة. شوف هذا اللي مساع اللي بالوسط سوالها حياكة طبعا هذه بعد يبي لها شغلة. هذا خلص الصوب هذا باقي الصوب هذا لكن انا شنو اقول لك اترك الصوب هذا عشان اصوره خلص الشغلة اللي هني سوها هذا خله بعدين. شوفوا يا اخوان المرحلة هذه هي اللي تطول بالعقال اطول مرحله واصعب مرحله. حطها الحين تمام بعد ما يحط الخيط هني ويثبته راح نشوف شلون طريقته بالعقال. راح ناخذ قياسات معينه ويقصه. شوف
شوف شلون الطريقه. كمل. هلا احنا بدنا نسكر هي. حلو. هالمرحله هي اللي بينت اللي ايه؟ بين القطن فيها. حلو. بدنا نسكرها بهذا بهي الابره وبالخيط. اها تمام. هي اسمها مرحله التكعيب التدريجي، هي يدويه. تمام. هذه اصعب مرحله. هي اصعب مرحله بالعقاله، وهي اللي تطول تاخذ وقت، بدها دقه وحتى بدها نظر يعني كمان يعني. اها تمام، يلا اشتغل عليها. خلينا نشوف. تمام. بسم الله ما شاء الله تبارك الله اذكر الله. اخوي طارق انت كم سنه تشتغل؟ صار لي 20 سنه بشتغل. 20 سنه على الشغله. نعم. الله يوفقك يعطيك الله الصحه. الله يسلمك يا رب ويطول عمرك والعافيه. خلينا نشوف. انا قاعد اقرب بس حاول تثبت ايدك. تمام. لا ما صعب انه اثبت ايدي. لا لا بس عشان التصوير شيء مبدئيا. شوف شوف هذه الحين المرحله الاخيره. خلص ها؟ ايوه خلصنا. تمام. هذه خلصتها من هنا الصوب هذا وهذا الصوب والصوب هذا. بعدين ايش راح تسوي فيه؟ هلا بدنا نحرقه لانه في شعر. تمام. الزبون حرقه. ايه يلا الحين خلينا نشوفه من دون حرق. تمام. الزبون شلون طلبوا الزبون من ما بده شعر فيه، بده بدون شعر بس مو. بعدين هلا بنكسره. حلو. نطوي العقال. حلو. بنظبطه بهالشكل. تمام. بعدين بنشغل النار عليه. ايه بنعمل له حرق. حلو. يلا خلينا نشوف. تفضل. شغلنا النار. حلو. له حرق على الماشي. تمام. مشان نروح الشعر اللي فيه. يعني ايش الشعر الزايد بالعقال؟ بالضبط. عشان يصير صافي العقال. بالضبط. بالمشي تمشي على النار. حلو. بعدين تحطه هني. تمام. 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 هذا عشان ثبته يصير دائري. دائري بالضبط. تمام. حلو. نطلعهم نلعب عجلة بالتاني. بس تمام. تمام. طيب بعدين ايش راح تسوي فيه؟ هلا بنطلعه من القالب. حلو. بنريحه. ايه. عشان ياخذ شكل مزبوط ويتمم بهالشكل هذا الدائري بيضاوي. حلو. شكل دائري. تمام. متى تسلمه للزبون هذا؟ يعني بده شيء 3 ايام 4 ايام. 3 ايام 4 ايام بعدين تعطيه الزبون على ما يرتاح العقال. يكون مرتاح. ارتاح العقال واخذ راحته. حلو. بالقطن وبالكله كامل يعني. تمام. شوفت عينكم هذا العقال صنعناه قدامكم، والعقال الحين جاهز طبعا يستلم الزبون. لكن ايش يسوون؟ يخلون العقال يومين ثلاثة ايام على قولته يريح، بعدين يسلمه للزبون. وهذا انتم شفتوا شلون صنعنا العقال خطوة بخطوة يا العشير.